اهلا بكم، رحله ومغامره وحاضر وماضي وكل شيء حلو راح يكون اليوم في برنامج يوتور مع بلال الامير على قناه يو تي في. خليكم ويانا وجهزوا نفسكم لهذا الرحله. هسه وصلنا للضيف ولازم نتصل به. طبعا هو جاي يحضر نفسه حاليا. الحبيب حبيبي وراس، شلونك؟ شلونك يا قلبي؟ شو اخبارك؟ جاهز؟ امورك طيبه؟ انت دائما جاهز. معنويات شلون المعلومات؟ كلش عاليه فول. يلا انا جايك ووصلت لك اصلا. انا جاهز، اكيد جاهز. وراس ستار النجم، والله أنا كلش سعيد بيك اليوم. والله يا سعد حبيبي، وأنت يعني كلش فرحان إنه أنت راح تفتتح برنامجي، صير أول حلقة. هذا شرف لي أكيد. والله كلش سعيد بهذا الموضوع. شرف. أنت ما وعدني طبعًا قبل هواية، بس طبعًا ما صارت الفرصة. أنت أخوي وصديقي، وهذا موضوع اللي راح يصير الآن ولقاء وكذا، أكيد راح تطلع الصداقة مبينة. فعلًا. أنا فعلا متأكد يعني. أنا أريد أول شيء أبارك لك. على على, على آخر شيء. حلوة هاي. يا هل ما شبري في جور روح وانا. هاي حطت عشرة مليون. دعش مليون، مبروك. ليل وينسمع لي النايوانا، عرسك خلصوها ردح وانا. عرسك خلصوها. هاي متوقعها انت؟ متوقعها تنجح هيك؟ اي طبعا. ما متوقع. اتحدى اي واحد، اي مطرب يقول لك انا نزلت اغنيه متوقع راح تنجح. ماكو هيك ابدا. انا لحد اخر لحظه قبل لا انزلها انا متردد، لحد لا ادوس النشر على اليوتيوب. زين. انا متردد صراحه يعني. ما توقعت. جمعنا انا واخواني ضايجين كلهم وما راضين، واذكرهم هذا الشيء والله. اي شنو راس تغني هيك لون؟ انت مو هذا لونك وكذا، مو هاي مو هاي امورك، والناس ماخذه عليك غير طابع وغير اشياء. ما يخالف الناس همحقها علي، قصدي الكلام. يعني مو جوي هذا. رايك شلون دخل؟ أي. لا انا رايي، شوف انا رايي احب التجديد، احب الاشياء الجديده، احب الامور. السلام عليكم. احب الامور الغير تقليديه بالنسبه لي. طبعا هو اللون هذا موجود بالشارع. أي. ومغنين هوايه مطربين، بس أي. بالنسبه لي انا مو مغني هاي الاجواء. حلو. فكنت اعتبرها بالنسبه لي وبالنسبه لاخواني، تعرف انت لجنه الحكم عندنا بالبيت احنا، فشي جريء وشي غلط اوراس تسوي هذه الشغله. قلت لهم والله خلني اجازف صراحه. حلوه المجازفه. فنشرت لحد اخر يعني شغل لك لحد اليوم الاول. اي ما متوقع يعني مرور الكرام، يعني مرور الكرام العفو. زين. توقعت راح تمشي الاغنيه عادي، نجحت. اوكي والله العظيم هيك مخلي ببالي تنجح هاي الاغنيه اليوم. أي. باكر اذا العالم قام تحكي او شويه بيها لغط صارت، راسا تنحذف. انا ما عندي. ما عندك مشكله ابدا؟ لا تنحذف الاغنيه، لانه الناس مرات تقول لك اوراس لا لا تسي التاريخك ولا تسي اغانيك اللي نحبك بلون. المهم الاغنيه ما بيها مشكله يعني. لا راحت خلص. بالعكس حلوه. قصدي الكلام اوراس مو لوني. هذا قصدي. زيد احنا اوراس. خلي اقول لك شغله قبل ما ابدي بالاسئله الاخرى يعني. نعم. اكو شو كم شغله اريد اسالك. انت تدري بنفسك اكو سؤال تنسال بي كل لقاءاتك اللي هو عندك هيك شيء؟ ملاحظ هذا الشيء لو لا؟ اكو سؤال يتكرر بكل لقاءاتك، يمكن بداياتك او هيك شيء. المدير وشلون عرفت؟ انت شنو سبونسر مال المدير؟ مو انا اقول لك شغله، ترى وين ذكر مديرك؟ شو اسوي؟ مو انا يالا عمي. مو انا شو اسوي؟ اكو يعني مثلا انت وين جد باوع اللقاءات؟ لقاءات مثلا كل اللقاءات، الكويت، قطر، كل. ايه. يمكن احنا بالعراق يعرفون اوراس، اكو متابعين. أي. يعرفون اوراس شنو بداياته، يعرفون اوراس شنو صار وياه وكذا. زين. لين حاكيها اني بلقاءات المحليه خلينا نقول. أي. بس برا
ما يعني ما عندهم هذا المعرفه بدايات اوراس، حلو، فيحبون يسالون. حلو، احنا نريد ندخل زين. انت اوراس محظوظ، تشرف بدايه، انت محظوظ صح لو لا؟ الحمد لله والشكر. مو الحمد لله يعني، اكيد بركه دعاء والدي ووالدتي، اكيد الحمد لله يعني زين. رب العالمين دائما يعني والدتي انا الدعاء اللي احبه من عندها تقول لي الله يحبب، الله يخليها ان شاء الله خلقه بيك، الله يخليك. اي والله زين. اوراس ما دام انت هيك محظوظ، نحكي على جزئيه من الحظ بالبدايات. نعم. بس عوف المدير. لا لا طبعا لا، ناس انا اتشرف طبعا. لا لا بالعكس بالعكس، ناس تعبوا وياي، ناس يعني كان لهم الفضل الكبير علي فعلا. صراحه بس احنا نريد نذكر اكو اشياء هم ثانيه. انا شفت لك قبل اذا تتذكر لقاء كان يعني انت ظهرت طبعا مع نجوم يعني صعب، يعني هم مدارس انت ظهرت مهند محسن، نجم كاظم الساهر، نجم يعني ماكو هيثم يوسف، قاسم السلطان، يعني كلهم صلاح حسن، وانت كنت طفل ذاك الوقت. زين هسه انت ظهرت اوكي واخذت مساحتك، مو تخلي مهند محسن يعزف لك عود؟ لا مهند يعني مهند مهند فنان كبير، ايش تعني لك هذا انه هاي ما تعب السي في مالتك ما تخليها؟ اكيد اكيد. لا هو شوف شوف، من اول الناس اللي كان يتمنى انه اوراس يحقق نجاح. حلو. وحتى دائما نصائحه لي يعني حتى وراء الكواليس من اشوفه كلش يحبني ابو علي يعني. احنا عندنا عتب طبعا على مهند محسن، هو عبالك ترك الساحه من وقت انا يعتب علي، انا يحترق قلبي لما طاقه وفنان كبير ومدرسه ولون يبتعد عن الساحه الفنيه، بقت ذكرى كلش. بس ايش قد حلو هيك فنان نجم ويعزف الطفل. نعم صحيح، كان لا قلت لك ويغني الطفل، يعني هاي ترى كبيره انا اعتبرها صراحه من الناس اللي انا احب اذكرهم ودائما دائما وهو يذكر دائما مشجعني كان حتى ببداياتي. زين هذا موجود هسه؟ هسه واحد يشجع بالنسبه لي يعني هيك طاقه وهيك نجم بالنسبه لي وداعت امي انا انصح انا بالنسبه لي. أي. ولكن اليوم الساحه الفنيه صايره كلات والله والله العظيم. زي. يعني انا ما احكي هيك بهاللغه ولكن هي لازم تحكي بهاللغه فعلا. لانه اكو ناس دخلوا للفن مو شغلتهم ومو اهل مصلحه جايين كانما تخريب بصراحه يعني. حلو. تخريب مو بس الغناء لا لا مو بس الغناء، وايد تفاصيل مجالات وايد المعشر الفني. نعم زين. اوراس تدري يعني اكو هسه صار انت عاصرت ثلاث اجيال صح؟ ادري يا انا ابو خد نصر لا ثلاث اجيال من يعني من المطربين. نعم. التسعينات صح وبدايه الألفين. نعم. ومن وراء 2000 كل عقد هو جيل يعني. نعم. يخلق. صح صح. فانت ثلاث اجيال انت بيهم نجم. اوكي شنو شايل؟ شايل غداره. شنو القصه؟ يعني قلت لك انا بدايتي يعني انت شلون صغير؟ لا لا هذا الموضوع يعني هسه لو تجي على اي مطرب زين الى يعني شايل فترة. انا اقول لك شايل على ظهري يعني من كنت طفل مسؤوليه انه اني يعني اعوذ بالله من كلمه اني لانه انا ما احب اتفاخر بنفسي بصراحه، مو قله ثقه بنفسي، ولكن انا ما احب هاي الانا وانا سويت وانا عملت. لا والله لحد الان انت ماشي كلش كلش طبيعي وانسان عادي وابسط من البسيط. زين. مع العلم هذا الشيء غلط بهذا الوقت، هذا الوقت لازم برستيج عالي للفنان، لازم الفنان ما اعرف ليش صارت، لازم الفنان يباوع العالم من ورا خشمه، لازم الفنان يسوي له برستيج يفتحوا له الباب ويسدوا له الباب وهذا هاني ابدا حتى بالحفلات مالتي لو يباوعون الناس وهسه اللي حضروا الحفلات مالتي يباوعون علي ويشوفون. زين لا اخلي بودي جارد، لا اخلي حتى مدير اعمال يعني تقريبا ما عندي مدير اعمال صراحه. اخويا وياي حمودي وما اسميه مدير اعمال لان هذا اخويا. زين. احب يكون حرص الاخ على اخوه، لا اداره اعمال ولا شيء. لا بودي جارد، لا بالحفلات، لا امنع تصوير واحد يجي جاي يصور ابدا والله، بالعكس هذا انسان جاي هو حبا بيك، ليش امنعه واوخره وبودي جارد يوخر بالعالم؟ راح تسالني وين احنا؟ الدباوة صراحه هذا المكان نادي الفروسيه العراق. ايوه احنا بكل حلقه لازم اكو بيها مغامره، بيها فشي جديد يمر على الفنان. يلا نغامر. فانت حسيت هيك يلوق لك الخيل. يلا يلا قد وقفت جبتني بملعبي يعني انا هو هذا ملعب لعبتك. أيه. يلا
وراس باع الحياة والأجواء الجميلة. الله شنو رأيك بالخيل؟ أحلى موضوع سويته مو؟ أي والله يعني غير فنانين بصراحة أو غير ضيوف راح يكونوا ياهم غير شيء. زين وين راح توديهم بعدين؟ طيارات يعني بصراحة يعني أنت أسهل شيء وأحلى شيء اختاريت لك. كلش أحب الخيل يعني أنت تعرف يمكن دي أنا أحب الخيل. صح أنت شوية هيك وذاك اليوم سمعت على موضوع. أيوة هسه راح نحكي بيه بعد يلا شوية. يلا تفضل. تفضل حبيبي. كلكم عبالكم وراس مجرد مطرب يغني ومجرد حفلات وهذه التفاصيل ما تدرون بحياته الثانية ويا الخيول وطبعا علاقته بالخيل علاقة عظيمة وكبيرة ومهمة باش بشون بس لا تبالغ لا أوقع ترى لا هم ما يدرون هسه راح نعرض كواليس نعرض نعرض وراس يعني متمكن بالخيل لا والله مو متمكن يعني مبتدئ نقدر نقول شنو هاي الإصابة الأخيرة؟ اي والله بس الحمد لله تلافيتها يعني مشت عدد عدد أوراس يعني احنا اهلنا عندهم امثال من ضمنها القرفة زين المرأة والخيل والعتبة يقول لك تؤمن بهاي الأشياء؟ طبعا تؤمن بها اكيد ومجربة يعني مو قصة إيمان هم لو ما مجربيها اي كان ما أمنوا بها زين اي بس إيمان يعني مو انا اقول لك ذاك الايمان اللي ما اطلع ولا امشي ولا اروح ولا كذا كلش طبيعي سياره مثلا طبعا سياره اكو عتبه بيت أي. يعني احنا منين قابل احنا اهلنا يعني تعلمنا هواي يعني صح. اشياء من عندهم فموضوع يعني نشتغل به يعني صراحه يعني صايره وياك نشوف قرفتك الحلوه بحياتك القرفه باي ناحيه العمليه الاجتماعيه يعني احيانا احنا نشوفها في ناس توفق من صراحة أنا يعني أي شيء أسويه الصبح وأشوفه يعني حياتي تكون سعيدة بهذا الصباح وهذا هي. اليوم من أشوف والدتي الله يحفظها الله يحفظها والله. من أشوف وجهها وابتسامتها أحس إنه اليوم هذا راح يكون كلش جميل جميل نعم. شلون معلوماتك على الخيل؟ الخيل يعني شيء يعني شو أقول لك من ضروريات الحياة لأنه هو شو أقول لك إنه أشياء الانتصارات العربية والإسلامية ويعني صديق للبشر بشكل يعبر يعبر هيك في شيء بقوة بموضوع القوة طبعًا طبعًا أنا عندي يعني بصراحة عندي هواي أشياء للخيل تماثيل وكذا بالبيت أحب هذا الشيء أحس إنه فد شيء إنه يعبر عن القوة حلو أنت أسعبك عن بقية واقفين كيفك يمك خلي شوي المشي الخير يلا ايه لازم ترى نعم مشكله طبعا المصورين راح يعانون من عندها لان اوراس كلش سريع بالخيل يعني تقريبا هسه 120 باللوفه وذاتك شو وقت كنت سريع قبل فتره يعني بايام اقول لك انه مثلا بدايه شبابي ايه؟ كلش متسرع صراحه زين الان لا اكو اشياء انه اتأنى بيها اكو طبعا بكل شيء قراراتي اختياراتي للاغاني اختياراتي للكلام نوقف لو نمشي نمشي يلا زين اختياراتي للكلام اختياراتي حتى اللبس أي. اليوم صار بي تأني اليوم صار بي يعني اكو اشياء يعني انت مو مع السرعه بعد لا 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 طبعا يعني اليوم مو مع السرعه اكيد أي. بس قبل لا كنت يعني شويه مسرع حتى باختياراتي لاصدقائي اها اي شلون اصدقائك؟ يخبلون اموت عليهم بس انت اكو مشاكل ويا اصدقائك هسه؟ اي لا مستحيل قبل في دول انت مو صديق تمشي شوي افرجني عادي علمني ها تمشي لعد انت وهو قبل التصوير انت تعلمني بس اهم شيء اثناء التصوير الناس تشوف يعني طبعا اي بس لان الداعم دير بالك ايش قد يهمك الأشياء اللي يهتمون بيها الفنانين والنجوم العالميين مثلاً اللي هي تعتبر يعني كاريزما تعتبر أنت كي الآن الآن صار هوى الآن الآن بصراحة صار كل شيء الشكل يعني الشكل من غير المضمون صراحة حتى الناس خلينا نوقف لأنه قلقنا المصورين
حتى الناس صار لها الظاهر الـ 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 النتيجه الاخيره ما تعرف الكواليس شنو التفاصيل شنو راح يصير كلات هنا بين الحصين. طبعا انتم ما تدروا شو القصه. انا هسه ما اعرف هسه كل شيء اوكي بالخيل بس ما له يرجع على البقما. اعطيه اعطيه. هنا احنا رادين هسه حل الحل ويا كابتن علي. كابتن علي حبيبي صار عرفنا ورا الكاميرات ورطتنا احنا هسه عندنا مسابقه. يلا انا واوراس على الخيل. ايه تمام. فانت راح تكون حكم. يلا انت شلونك بالامور الحكم يعني التحكيميه عادل بالموضوع؟ معلم. يلا راح نرتب الخيل هسه ونسوي سباق. يلا 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 سباق. يعني ايش قد السرعه؟ على واحد. لا هو واحنا ما راح نحدد ترى خفت يعني تبدل ثمن باللوك. يا ريت تعلمنا يعني احنا ما تمام؟ يعني هم انت بقى راح اول ما راح نطلع يعني احنا ناخذ من اليوتيوب لقطات والاثنين يرقضون ونرتبها ترتبوا اكو اساسيات مثلا القعده مالتي كل ما انا اقعد قاعده صحيحه كل ما اكل ماسك مسكه صحيحه هسه قعدتنا صحيحه هسه زين لو بعد هسه الجسم اوكي اوكي الرجل تمام بس الايد هنا عندك بها مشكله هاي قلنا المسكه مال هاي يسمون رين او العنان زين لازم ما يبقى بفراغ هذا اذا واقف حتى لازم يكون هذا يعني هيك متولي تمام ها متوتر هو حتى يكون تاثيره مباشر على حلق الفرس اوكي ما من الف يمين الف يسار زي. تمام حتى التاثير يوصل مال الايد وارخي هيجي مو ارخي لا مو ترخي انت بس هي الحركه اول حركه نمشي هي حركه المشي الووك اوكي ايدك وياها ويا راس الخيل والرقبه اوكي زي. تمام للامام وللخلف انا زين هسه لو شو اسحب الفرس مالتك ما ادري ايش بيه ما في شيء ما في شيء والله ما متعود لازم انا عندي معلومه انه كابتن الخيل لازم تتعود على الفارس معلومتك صحيحه الفارس يعني صح. فتره مثلا انا هسه مثلا ويا روضه روضه ايه. يراد لي فد 6-7 سنوات يعني عاد تاخذ عليه بعد لا ما اجل اللقاء يلا تاخذ عليه ليه ما اتوقع راح تاخذ عليه بس سالوراس هي اكو اطباع نعم الخيل بها اطباع والخيال عنده اطباع صح فهي يسمون تطبع بالضبط انت تدرب تعرف بس شوي شوي صح راح تعرف اطباعها يلا وهي تعرف اطباعها يعني انا بيا مجال يعني زين أيوه. مجال صح لو لا بس لانه ما اعرفها شوي شوي ما عندي علاقه بها سابقا شوي شوي تعرف عليها تمشي بالضبط أيه. يلا مثل اي سياره هسه انت هم سياره جديده هم يراد لها وقت بالضبط صح يلا هسه يلا روضة شوي اركي الرين والله بالفرس مني بكعب الرجل انت على اشارتك يلا احنا خياله ما نحن سابق صدق على اشارتك 1 2 3 يلا ستارت يلا يلا لف يمين لف يمين لف يمين لف اليمين هذا اسرع شيء عندي انا بصراحه انا وروضه هيك متفقين على هاي الامور على السرعه اي يعني ما عندنا غير هاي الاشياء انه نركض لا غلط ها غلط والله اركض خلينا نشوفك يلا 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 دي ورطني يلا هسه احنا ما صاعدين على خيل على سلحفات عبالك يلا ابوي يلا 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 هسه انا غالبك هي هي عدى ظهرك لا هاي وقع هاي وقع ظهر ستوب ها لا يلا شط سال بلال بس بلا زحمه عليك ها خلي اللفه الاتجاه من على الجهه يلا اوكي بس اتمنى الف يسار هاي شوي نستغلها بها سرعه يعني لا لا مو هم ظهرك وين والله لو يلا زين تمام وراس زين انت اليوم لا والله كله زين مرحله الاولى لحد الان انا غالب هسه لحد الان الاولى لك ايه وراس ضيع الموضوع بس احنا ما نقدر ضعفنا لازم شويه تداري هياوي حبيبتي كل عام وانت بخير الله يحفظك يا رب ويتمنى لك التوفيق والنجاح ويحفظ لك الوالد الغالي كابتن علي نهدي له اغنيه لو يلا شو تحب يا اغنيه؟ الله الله يا جمالك يلا الله 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 يا جمالك دلل علي انا احب دلالك الله 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 يا وصالك من غبت عني قلبي حن وجالك الله يحفظك ويحفظ لك الوالد حبيبي كابتن علي حبيبي انت عجب اختار الجوزي بلال والله انت ورطتني بالجوزي ليش انت قلت له الابيض لا بالعكس يعني انت وانا ما اقدر اقول لك لا خليها ببالك ها آه. طبعا الفرس هو ودعتك كشخته و... اي اي صح وهاي الفعاليات فيضتني بس هو شكل اي يبقى شكل هم اللي دور هو
شكله وديزاينه زين. راس تذكر يمكن يعني ذيك الايام اللي بيها العاب العيد اكو جزء منها بيها خيل، مر عليك هاي تجربه؟ ان شاء الله خيل بس ما خليني عادي تاكل كابتن ما يصير ترى عادي عادي ما يصير الفارس هسه يعني يقول لك هذا مو خوش فارس ما مارس يلا هسه شنو اكلت كافي اكلت يعني من علامات الفروسيه اي يقول لك مثلا اذا ناته لازم ترفع يعني خاصه بالصور والتصوير زي. لازم راسه يبقى مرفوع ما يصير يدنق راس الفرس ولا يصير مثلا هيك تاخذ صوره او تصور وياه الا هو متحفز اي عرفت حلو. بس متحفز وين راح يرفس المصور هسه هو متحفز هو يتحفز وراس على الطفوله اكو كانت عندنا بمناطقنا صح شيء بسيط بالعيد صح الخيل وهيك مجرب انت هذا الموضوع لا يعني انا بصراحه بلال عندي شغله يمكن اول مره اقولها او قايله يمكن مره من المرات اي انا اخاف من المكانات العاليه عندي فوبيا ها عرفت فهاي الموضوع الخيل انا احبه من الطفوله بس صارت تجنبه اي صارت عندي الجراه باربيل كنت يم ولد صديقي وجه تحيه طبعا أي. حج نوزات نروح للمزرعه مالته فيقول لي يا راس بس اصعد وشوف جرب راس انت انكسر عندك هذا الحاجز الخوف حلو مثل السياره هواي اكو ناس يخافون من عندها من السياقه مالتها بس لما يصعدون اول مره صح تروح الخوفه راحت وين راح بس زين راس احنا نكمل بعد يلا لان يمكن جاعة لان الموضوع كبر اذا ما عضتنا يمكن تفرقني كله يوتور مستمر مع بلال الامير بعد رحلة الخيول الوضع تغير كان تجربة حلوة والله حلوة التجربة هذه اختيار ما شاء الله عليك يعني انت ولا المخرج لا المخرج شنو انا شنو المخرج اوكي راح المخرج لا بس ماكو اهم شيء امام الشاشة عادي سمعنا لو لا سمعت لو لا هاي حلوة بدايتها داخل ضايع يمك تابي يا حضنك جنة وزالك نار مثلك ما صار يا حظك كل وفاء يكتفى من سنين يا نظر عين اختفى ظلت إليك هالعين فجرش قد عالم حباني بس غيرك ما تشوف عيوني أهواك بقد الكون وقد ما بي أسرار أو داخل أو داخل أو داخل أو داخل بين الشمات ماتوا 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 حبك الموال إيه الله منو اللي داخل من اللي داخ؟ داخ؟ اي واي ناس دايما وراس وراس واي ناس نزلت انت ذاك اليوم فيديو بالسناب ما اعرف المن تقصد بيه انت زين شنو ايش يقول؟ هيك طفل يقول هاي لمن راح للناس اللي ينتظروني اوقع اي طبعا شوف يعني النجاح ايه؟ احنا نقول المثل القديم يعني المثل اعترق زين الشجره المثمره ترمي الحجر زين كل انسان ناجح لازم يكون عنده اعداء لازم يكون عنده اكو هسه عندنا يعني بالعالم بالمجتمع أي. واحد يشتري سياره جديده اكو ناس يضوجون شنو هذا منين يل... فهمت الفكره صح صح فهوايه لازم ويعاديك يعاديك شلون اقول لك لازم يعني سقطك والله انا ما احب هيك اشياء بالعكس اتمنى الخير لكل الناس احب ادعم الناس اللي عندهم طاقات ولكن خلاص وهذا قافل اي لا هو قافل على ان يكون عدائي فخلي دوخ خلي دوخ واحنا يعني فمو يعني إيه لا طبعًا اكو اغنيه حلوه قديمه اللي هي من احداث اي حفلاتك
خارج العراق. نعم. اكو تفاعل كلش قوي. نعم. شفت خاصه الحفلات اللي سويتها باوروبا. صح. كانت تجربه حلوه؟ كلش حلوه. كلش حلوه صراحه يعني. انا كنت ضد هذا الموضوع. ها. إيه انا صراحه كلش مزاجي. يعني زين. لحد الان اكو ناس يقولوا لي انت مظلوم اعلاميا، انت ما تتعب على نفسك انت. اي. وهذا صح طبعا. اذا مو شغله على قدي ما اقدر اتقرب لها. ها. اي يعني مو تقصير. لا لا مو تقصير، اكو اشياء هي انا اعتمد او مخلي ببالي فتفكر انه هاي فرصتي، خلي افوت بيها. زين. ما مستعد انا اخذ فرصه غيري ولا انا اسوي اشياء اجازف وعادي واظلم احد على موداني اركب فوق الكل، انا ما اريد بس أصلاً. اوراس يعني هذه المرحله صعبه. اللي هي ايوه يعني أيوة. هذه مرحله العدد الكبير من المطربين والمنافسه. اي قلت لك هو لازم يوميا يمكن هو يمكن ايش قد كم اغنيه تنزل يوميا. بلال بلال هسه احنا جاي نعيش ببرنامج اي تسقيط، لازم انت تصعد وهذا ينظلم، فهمت الفكره؟ هيك صايره. هيك الساحه الفنيه اليوم يصعد هذا لازم ينظلم البقيه، ما يصير مو مطرب واحد. يعني ما كل قمه تسع الجميع؟ لا تسع الجميع، لازم يكون هذا ماراثون. ماراثون احنا جاي ركض، جاي يركض اليوم هذا الشاطر. أيه. اليوم اللي مو مزاجي يركض صعد او طلع خطوتين قدام البقيه خلاص وصل رجع. اي يرجع، لازم يرجع، ما ممكن. وينهم اللي راحوا وصاروا؟ أه. رجعوا للصف، عرفت؟ صح. انت من تطلع خطوتين ليش تعارض وليش يعني تعادي البقيه؟ لا تعاديهم، صير صديقهم. الكل خليها تكون اصدقاء. اليوم هذا انافسه بالاغنيه. انا احس بيك وايم يعني اكو مقهور. أنا اكو قهر. لا انا داخلك. لا هذا يعني احس انه ناس مألميك، خاصه انت بالفتره الاخيره حتى انعزلت. يعني بس على قد الاستوديو، على قد التسجيل. لا انا انعزلت من الوسط الفني. اي صراحة. هو من الوسط. أي الفني مو الناس. لا انا بالعكس، الناس كلش يعني على أي يعني بس كونكت عندي مو طبيعي وياك. بس ويا الوسط الفني انت يعني مو ما تتواجد بالمحافل. ما تتواجد هذا الموضوع. أي. اللي هو يعني يحاولون كل الاشياء تسقيط، يعني وين اخطاء اخلي اوقع على اخطاء، ما يحاول يصحح، لا يحاول يفضح اخطاء. انا بس انا عندي اصدقاء وين من الوسط الفني يعني. ها. كلهم اي بس باقي شنو من الصديق اللي ما تتحمل يمه اذا ما تضحك اكثر شيء؟ صديق فنان لو اي صديق بالفن. اني يعني اكثر واحد يضحكك صراحه على نور الزين يعني. آه. صديق كلش واحبه. الناس ما تدري بنور الزين هيك شخصيته. بالعكس كلش مرح وانا احب يعني اتفائل لما اتعامل وياه. اها. اي يعني احب يكون بيناتنا تعامل، احب قعدت طيب، مو ذاك المتعالي يعني اللي اشوفه هذا قدامي. بالمناسبه تحياتنا لنور الزين طبعا. نطلع شويه من موضوع نور، مو شيء وشيء يذكر، لا بس هي اجت ببالي. اكو ناس يعني اليوم يشوفون اوراس متكبر ومتعالي وكذا، يا اخي انت مو اكل عشره هم لها دور طبعا. انت تشوف المقابل يعني اليوم لازم اوراس يفوت لازم يسلم زين اوكي عنده مشكله. اي عنده مر بظروف. ظروف انت. أي. بشر ترى. المطرب بشر، مو يعني مخلي المجامله بجيبه ويجامل كل الناس. فعلا. لازم الناس فعلا تحس بهاي. انت متورط؟ شنو؟ ما اعرف. هو ورط. ورط والله؟ اي والله. هواي تتورط؟ اي هواي. ليش؟ تحط نفسك مرتبك. هذا عادي. ليش؟ يعني وياك اشياء اسويها واتندم عليها بعدين. صوتش من؟ صوتشي طبعا. ها. اندفاعي. اي طبعا قلت لك. ايه. يعني مرات استعجل سريع ال اي. اوراس عندنا اسئله سريعه. اي كم سؤال تقريبا؟ يعني تقدر تترك عادي. اول بدله رسمي لبستها؟ اي 10 سنوات. عمرك 10 سنوات. طبعا انت كان عندك حظ. انت اقلك حسد. هذا الحسد. لا لا ابوك كان خياط. وهذا لازم تذكره يعني الوالد له دور كلش كبير. انه مره يقول المدير صار قديم للذكرى هسه. اي لا لا مو الوالد. الناس كلها تدري يختلف. والدي حبيبي. اي الوالد يختلف. كان وفي زمن كان بصراحه الملابس كانت صعبه. كان يلبسني مثل الشباب يعني حالي شلون الموضه اليوم. اي يعني غير الاطفال كنت مميز يعني باللبس مالتي. شي لبسون الشباب هو. اي يعني انت لحقت على الحرير وعلى الكشمير. على الكشمير والحرير ولحقت بقى. انت على اساس ما ملحق يعني. ملحق يسوي الماضي جد بعد قول جد. لا يعني ترى انا عمري صغير وبلشت بالغنى. إيه يعني عادي اليوم اذا صار عمري احنا مواليدنا التسعينات فعادي يعني ماكو مشكله. اي التسعينات على راسي.
انا وياك هسه مداجع داز اللي عمو مناهيك لا 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 هو انا وياك مواليد التسعينات اي اوكي يلا يلا احنا مو ثمانينات تقول لي اخوي مو احنا هاي مشكله الثمانينات ماخذين علينا انه يعني ما اعرف شياب يقولون علينا بالعكس بالعكس احنا انا اشوف نفسي غير هسه اي يعني عندي روح روح شبابيه وعلى قولتهم خضراء اي اكثر من اكو ناس انا اشوفها يعني مواليد 90 او مواليد 95 والله كنا شايب راشدي ضربت انضربته بالحياه راشدي فعلي لو هو ما ادري يعني كيفك تقول راشدي فعلي راشدي فعلي لو راشدي يعني معنوي صفعه قصدك اي صار وياي موضوع ما احب اذكره شو وقت يعني مو دفره مو راشدي والله كله والله العظيم لا ليش ما تحكي بي بخطأ ما احب اذكره ولا احب اسوي الموضوع شيء اللي نسيته انا ها اي راح اي دخل الدخول شلون الرون سايت اي والحمد لله الله طلعني يعني من عنده شو وقت كذبت حتى تتخلص من موعد واي والله موعد شنو يعني اي موعد لا لا اي موعد اي مو كذب كذب يلا على مود يعني شويه ندار الموضوع لز يعني بيا سنه اول حب يا سنة أول حب أنت نجم لين كنت يعني أنا حبيت وأنا بالمدرسة يعني متوسطة يمكن أها إيه أول حب يعني أول حب نقدر نقول حب يعني شغل لك كان هيك ما أنام الليل وهيك وأصفن وأسمع أغاني حزينة حلو إيه يعني بالمتوسطة إيه. اسمع أغانيك لو أغاني لا أغاني غيري لا يعني زين إيه. أكثر طبيب تخاف من عنده ما تريد تروح له تجميل والله ليش ما يعني مو اي طبيب يعني انت عندك يعني خوف خوفي طبعا يعني انا اكثر من مره شوف انا اسمن واضعف هاي عندي مشكله فظيعه يعني اشرب مي اسمن ها وبالمناسبه اي لقاء اي تصوير بلال والله العظيم اي تصوير اي كليب اي لقاء اي شيء بس يعرف جسمي انه انا عندي واجب تصوير اسمن ينفخ ماشي الموضوع يسمن واحد عبالك موقت موقت والله العظيم يعني انا اشوف نفسي باوع يا بنت مو ايش انت الباعه ضعيف راسا اسمن زين ما ادري ليش اصعب سنه بحياتك اصعب سنه هاي 20 اللي فاتت صعبه اي صعبه مس علي على كل الكره الارضيه عندك شيء تحتفظ به الله يعيدها عندك اقدم شيء تحتفظ به شيء قديم لي اي تحتفظ به هواي اشياء كل شيء هواي اشياء يعني مثلا اكو اشياء انا بدا صور عندي عندي شهادات تقديريه زين عندي ملابس قديمه وانا طفل حلو يعني مغني بين بحفلات وكذا حلو راح قبل ما نوصل لهذا اللوكيشن اللي رايحين له هسه وين ال 12 سؤال هنا ذني لا بعد اوكي اي بس راح تصير كلمات هسه وتجاوبني بكلمه يعني انا اقول لك كلمه اي يعني انا احكي هواي قصدك لا لا هو لا لا هي الطريقه لا لا قول لي إيه إيه لا هي هاي يعني الطريقه للاسئله والاجوبه انه انا اسالك بكلمه وانت تجاوبني بكلمه اوكي سهله لو صعبه سهله بس دير بالك من هذا بس اهم شيء السرعه يلا بس مو بالطريق يعني بسرعه دير بالك من هذا يلا نقول اضل وياك دير بالك دير بالك سايق يم سايق اي تفضل نبلش نبلش قلم لازم سرعه اي طبعا إيه. مستقبل احمر عشقه تمن اكلت المفضل بلايس غلط يا موت عليها والله مو كل واحد بعدها لا لا مو حلوه هاي عندي العده ما انت موت عليها يعني الناس ما تتخيل هيك برغي اسمه درنفيسات و... ايه. وبلايسات وكاوي حلو و... حلو سوالف وايد نرجع غيمه خير ان شاء الله شمس الحياه بعيد يرجع ان شاء الله يرجع عالي شأني دائما ان شاء الله حلو سياره طريق ها مو مهمه السياره يعني يعني وسيله بس مجرد. وسيله بالضبط اها زين حزن دمار اه على كل الاشياء اللي الناس اللي فقدناهم يعني يأثر بالحياة صراحة يسوي جم حلو اخ القوة حلو صديق سند
اسد اني الله الله يعني احنا اثنيناتنا برجنا الاسد لا يابا اي طبعا اثنيناتنا وايد عندنا مشتركات بس سبحان الله تقول يعني بس بداخلك انت ضايج من عندي وانا هم ضايج من ليه؟ بس احنا متفاعلين اي اي بس بالداخل لا اردى شويه احسن من عندك اه منافسه اكو مو صح لا ما تحس بهذا الشيء اي بس لان مو احنا مو نفس المجال يعني باعتبار ها ها انت اسد باسد هذا قصدي ايه. اي اسد يعني تشوف هو الاسد دائما يريد اي اي يريد اي مجال اي اوراس انت يعني مريت باشياء بالماضي تحبها نعم ومرات الانسان ما يقدر يعني ينفذ كل شيء بحياته نعم بس يقدر يدعمه كان اخذ الصفحه مع الرجال زين ايه. مو كل شيء نقدر نحققه نعم انا راح اخذك على مكان هسه ممكن كنت يعني انت تحب تكون بيه ورا ستار كوكت قولت على فنان قولت؟ اي مو قول هو يعني لا قول شوف صراحة اي هواية اكو اشياء مثلا اذا ما تنجح عند اغنية فترة اي يقولون هذا الطفل زين مو بس علي على الكل على الكل اللي صارت الجول الله يا جمالك زين اعترفت انا قلت هسه راح اسأله راح يقول لا لا صح هذا جول اي طبعا جول مو؟ بالتسعين اي بالتسعين زين طبعا الجول ها له اكو اشياء يعني اكو اشياء رفعت بيه مثل يعني مثلا تورط رفعته او في حضنك اي رفعت دفتر هيئت يعني هيئت الجو اي هيئت الله يا جمالك هو لازم اكو باص واكو واحد كل هذا طبيعي منو اللي قول عليك؟ واحد ها اي والله بس كان جول يعني مرتده اها اي كانت مرتده و منو؟ ما اذكر ها ما تذكر؟ ايه لانه غدر صراحه زين انت اخذوا منك اغنيه؟ نعم من غير لغير بلد غير بلد غنوا لك اغنيه صح؟ اي وايد غنت لي كانت سرقه تعتبر لو شنو؟ الاغنيه اللحن راحت انباق ايراني مطرب ايراني؟ لا 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 الاغنيه الايرانيه هي الله يا جمالك لا لا اكو اغنيه الايرانيه الثانيه بالضبط ايه تورط عافيه تورط اكو اغنيه ايراني غناها صح لو لا نعم صح شنو صار بيها ما سويت شيء صراحه لانه ما اقدر اسوي شيء غير اوقف الاغنيه من اليوتيوب اها اي ما عندي غير حل توقفت الناس اي توقفت ايه وقفتها يعني الناس تقول اوراس ما اخذها من عنده ايه ولكن انا قبل بسنه ونص مغنيه فعلا وكانت الحان المبدع علي بدر علي بدر طبعا تحياتنا الكبير علي بدر احنا ليش جينا هنا لانه انت اليوم انت سويت كل الرياضات اللي انا احبها صراحه واللي انا تاركها صار فتره زين. يعني خاصه كره القدم من عشاقها طبعا انا من طفولة بس لانه هذا موضوع الحظر وال شو اسمه التباعد الاجتماعي فرض علينا هاي التفاصيل هاي الموضوع وحبي راح يعني صراحه ابتعدت عنه زين نعم. انا اريد اعرف من عندك شنو كنت انت بطفولتك تصير لاعب اي كنت اتمنى أصير انت كنت خوش لاعب يعني اي حلو يعني شو مو لا لا مو ها. يعني انا مهاجم ها اي يعني منو يتبرع زين مهاجم منو يتبرع من الشباب يقول شي يصير واحد يصير شباب منو يتبرع تعال سلام سلام تعال قلتش يلا اي بسرعه بسرعه اركب بس واحد شلون يقول على اخوه ما يصير ما يصير خلينا نشوف الجول ولا اكو مصور نايم نص الجول يلا يلا اي شوي شوف كذا وسوي اي يا نادي شجع انا زورائي زورائي وريالي ريالي يعني هذا شنو يجي سيستم وفحطت لا مو سيستم شوف دائما ريالي زورائي لو نفس الادريس لو شنو لا لا هو اكو شغله لو كاركتر لا لا كيمياء لعب الزوراء انا اشوفه قريب على ريال مدريد صراحه اي حلو يعني ناس هسه تقول لك ليش ما تشجع برشلونه هذا اني حر
ايه انت لا تقدر تفرض علي ايش اشجع، بس احنا كلش نروح زايد يعني نتعارك و اي احنا ما نعرف نشجع صراحه. متعصب، احنا شعب متعصب. ايه كل الناس يقولون انتم معصبين، ليش؟ ليش؟ ليش انتم معصبين؟ هو يسالون انتم شو اعصابكم؟ بسبب الظروف اللي مر بها العراق صح. اكيد لازم يصير عصبي. ايه متعصبين بالرياضه، متعصبين حتى بالسوشيال ميديا، كل شيء. وين راح يوصل اوراس؟ وين يريد يشوف نفسه؟ وين مخطط المستقبل؟ اي بيد رب العالمين، بس انه الطموح اي اكيد كل انسان يحلم انه يكون دائما هو بالمرتبه الاولى و... حلو، بس مع هذا ما يؤذي احد. اي يعني هذا هدفي. احنا دخلنا هسه بال21 زين، عندك جيل جديد طيب مهيئ له، شنو التغييرات اللي راح يسويها اوراس بطريقه غنائه مثل ما سوى بال2010 مثل ما سوى بال2000؟ مره اكو كلمه للقيصر كاظم الساهر الله يحفظه ويطول بعمره، كاظم الساهر نقله بالفن زين العراقي والعربي بعد والعربي اي لا قصدي كخصوص العراقي نقله صراحه زين. يعني ما اقول ما يتكرر ولكن هو نقله تاريخيه. قال دائما الناس بالبدايات يفرضون علي شردون، بس بعدين انا افرض عليهم شريد، انا اوصل لهم فكره. حلو. انا الفن عندي، وحتى شوف اغاني دائما بيها رساله قصه، حتى لو ما تكون بالاوديو يكون بالكليب. حلو. انا احب اوصل مسج دائما يكون للشباب لاي اعمار يعني. فراح يبقى على هذا النهج اكيد، ما راح يتغير بغض النظر عن اكو اشياء تاتشات يعني يمكن يرضون عليها يمكن لا. اغاني لازم تنزل، لازم نماشي الظرف الان زي. اكو مثلا مرات قلت لك احنا بسبب الظروف دمنا حامي، لازم اكو لازم راح تغير، لازم رفرش، تغير اشياء عندك، تغير شاعر، تغير ملحن، تغير انت دائما متعود تغير. التجديد ضروري ايه؟ ولكن اصدقائي يبقون، هم السيستم يبقى نفسه، الكاست اللي نجحنا سوا اكيد يبقى نفسه. دائما انا اشوفهم يعني حيدر معطاء دائما ايه؟ متجدد. لعد ليش صراحة ما كملت ويا عبد الله الهميم؟ كان عندكم نجاح حلو. انا دائما اساله، يمكن اذا في يوم خابرته او سويت وياه لقاء، كنت دائما انصحه، هذا انا شاب كلش ناجح. اول ما كان بلون جديد هم، اول ما شفته قلت له انت راح تشكل خطوره على الملحنين الكبار، انا قلت له صراحه والله العظيم، ويمكن يتذكر هذا الشيء. ولكن قلت له بس شوي على كيفك يعني لا تسويها اوفر يعني هاي الامور، انه دائما احنا اللي ينجح عندنا بغنيه خلص اني تربعت على العرش، لا هذا مو هيك، مو هيك. الفن ولا اي مجال بالحياه هو بحر، وانت نقطه بهذا البحر صح. لا تكون انت البحر، مو مستحيل، مستحيل انت تسيطر على كل شيء. قصد الكلام يعني بصراحه صارت اكو تاتشات بيناتنا، تاتش اخر شيء يعني انا ابتعدت صراحه يعني، لانه ما جدد، بقى على نفس بقى هو الكاركتر اللي اني اي، والاغاني مو بذاك المستوى اللي انا اخذته. انت هسه شنو؟ احب اوجه له تحيه طبعا، ما عندي تحياتنا لعبد الله، ولكن انا صريح اي، انا حيدر مرات لما اشوفه يذبل شعريا اي حيدر انت شاعر، اريد هذا الجواك اللي بداخلك حلو، لازم تطلعه تحفيز، لازم احفزه لانه انا اريد شيء من عنده حلو. نعم. بكل الاحوال احنا نشكرك. انا اللي اشكرك وتحملت ويانا اليوم يعني الجوله هذه. انا اشكرك يا بلال، واشكر الكادر، واشكر المخرج، وشكرا جزيلا لكم تعبتكم، واتمنى الحلقه تكون جميله وتضيف الاوراس بكل المجالات، انه تشوف الناس اوراس قد يعني روحي، يعني روحي لما تطلع باللقاء هذا اوراس هو الطبيعي فعلا. ما عندي اي يعني تكلفه بالموضوع، ماكو تكلف. اتمنى التوفيق لك، واتمنى التوفيق للقناه، ويا رب يعجب الناس اللقاء. شكرا، شكرا اوراس. شكرا حبيبي. واحنا منا نقول تور اليوم خلص، لكن يوتور مستمر، وضيوفنا ايضا مستمرين، وكلهم نجوم.